مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدين جدا أن ألتقي بكم في أمسية جديدة ولقاء جديد من مزاج سوداني. الجمال هو فكرة، لكن الإحساس بالجمال هو موهبة. والجمال يعني إحنا بنلقاه في كثير من الأشياء حولنا. حلقتنا لهذا اليوم عن الجمال، ونبتدر هذه الأمسية مع الفنانة الرائعة شموس، فلتتفضل. العقول تتخبط
قلبي خلي إليك حبي لا يتبدل أنا يزيد كل يوم كل يوم يا جميل يا مدلل كل لابس بسوق مع الغرام الحلل أنا عزبي شكرا جزيلا للفنانة الرائعة شموس، وسعداء دائما انه يكون معنا في حلقات الغناء الدكتور الموسيقار الكبير استاذنا انس العاقب والاستاذ المفكر الجميل استاذ زبير سعيد. ويعني حلقات الجمال دي حفزت الجمال عند الناس، شايف الناس كلها الليله جايه جميله وكذا يعني، فان شاء الله دائما الجمال يكون حاضر. في الاول انا قلت لكم يعني في مدخل الحلقه انه الجمال هو عباره عن فكره، والاحساس بالجمال موهبة يعني ربنا يهبها لمن يشاء، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. حقيقة يعني الفن عموما هو عبارة عن خبرات جمالية يا دكتور أنس، وبتتجلى عظمة الفنان عندما يسوق هذه الخبرات الجمالية في شكل سواء كان لحن أو قصيدة أو لوحة أو فكرة أيا كانت، ولكن هذا هو الإبداع وهذا ما يسمى بالفن. الجمال في داخل الأغنية السودانية يا دكتور أنس كان حاضر بأشكال مختلفة، سواء كان في شخص أو في مكان أو في موقف أو في يعني في فكرة أو في أشياء كثيرة. ما رأيك فيه أو ماذا تقول في هذا الجانب؟ الحديث عن الجمال ذو شجون، وبعدينك متعدد، وبعدينك لأنه الجمال المطلق ده الإنسان ما يقدر يتكلم فيه، يعني إن الله جميل ونحب الجمال. فالجمال المتروك لنا في الأرض هو ذاته متعدد ومتنوع، وتذوق الجمال ذاته متعدد ومتنوع يختلف من إنسان لإنسان، يعني في عشان الإنسان يحيط بالإحساس الجمالي لازم تتوفر فيه أشياء كثيرة جدا، ثقافته وبيئته والمناخ العايش فيه، عشان كده بيختلف إحساسك بالجمال. أنت في العاصمة لما تمشي القريه بتكتشف المسائل الجمال فيها بشكل مختلف، يعني اكثر حريه واكثر غربه ليك وكده. فالجمال طبعا ربنا خلقه في كل اشياء كثيره، في ورده، في لوحه، في نهير صغير، في جدول، في سرب بتاع حمام، يعني كلها يعني صور ومشاهد تديك احساس بانه في حاجه جميله في الحياه انت استوعبتها بنظرك كده. ثم نجي بعد ذاك التسوق للجماليات الثانيه الروحيه، يعني في الشعر، في الغناء، في المديح، في الذكر، في المناحه. فانت تحس بانه انت حزين في المناحه لكن برضو انت بتؤدي بشكل جميل. المناحه ذاتها بغنوها بشكل حزين جدا جدا وهو جميل في النهايه، يعني عشان الحزن ده يصل للآخرين يعني. نعم. أنا طبعا ما قادر يعني أعبر شديد كده عن إحساسي بالجمال إلا لما يعني أشوف مثلا أستمع لي قول أنا يعني أكثر زول يديني يعني إحساس بالجمال هو خلف الله حمد المطرب. نعم. بحس بصوته كده يعني بدي إحساس كده بأنه ده صوت صحيح نقي سوداني كده يعني. فدي من الحاجات. الجمال عنده خصائص، يعني الجمال عكس القبح،
انت ممكن يعني تقول تغارن بين ده وبين ده. فعشان كده ربنا ادانا الاحساس بانه نحن نجمل الحياه، نجملها بالغناء، نجملها باللوحات، نجملها بالحدائق، نجملها بالمهرجانات، نجملها بالمعامله بيناتنا، باشياء كثيره جدا تخلق الجمال. لكن اذا كانت غاصب الجمال الشعري داخل الاغنيه او الاغنيه الصيغه في شعر، وهي الشعر ذاته انطلق من الجمال، يبقى حس بيقى جمال بتاع الاغنيه ما الجمال بتاع القصيده. نعم. بعد ما تلحنت بقى جمال الاغنيه كله اندمج في الكلمات، اندمج في اللحن، في اللحن اجتمع في الايقاع، طلع جمال جديد. نعم. فده بفتكر ده كلام جميل جدا يا دكتور انس، ومنك امشي لي يا استاذ زبير. ودار اقول لك انه الانتاج الغزير لاغنيات الجمال يعني، او في اي مكان اذا وجدت الاشارات الجماليه كثيره، اعرف انه هذا المجتمع يعيش في سلام، لانه الاحساس بالجمال والتذوق الجمال محتاج الى ذهن صافي، محتاج الى مجتمع مستقر. فانا في رايي انه المنتوج الجمالي الموجود داخل الغناء السوداني على مر السنوات كان يدل على يعني تفاصيل هذه المجتمعات التي تلقت يعني هذا الفن. وماذا تقول في هذا الشأن؟ طيب انا بدايه بقول انه طبعا الجمال المطلق هو جمال المولى عز وجل، ده جمال مطلق، وكل الجمال بابعاده النسبيه الاخرى ان كانت مرئيه او محسوسه هي قبس من جمال المولى عز وجل جل وعلا. ندركه بحسب قدراتنا الاستيعابيه وبحسب قدراتنا الجماليه نفسها، لانه العلماء نفسها بيقولوا نظريا بيقولوا انه ما في قبح، يعني ربنا ما خلق قبح، خلق جمال نسبي. صحيح. وبيصروا لقدام بيقولوا انه القبح نفسه درجه من درجات الجمال. فعشان كده انا بفتكر انه حتى ما وجد من قبح، وانا ما بقصد القبح على مستوى الشكل بقدر ما بقصد القبح على مستوى الموقف. نعم. الموقف والسلوك والحاجات دي يعني. ده ذاته هو من فعل الانسان. نعم. ان وجد على نسبته هو من فعل الانسان. فالجمال منظور ومحسوس. نعم. في جمال منظور وفي جمال محسوس. في زول عنده قدره على انه يرى الاشياء الجميله، عنده قدره على الشوف في زوايا قد لا يراها الاخرين، لانه الشوف ذاته هو وسيله للتعبير عن الاحساس، بيوصل وبيرجع. ففي جمال منظور وفي جمال محسوس. في ناس بيلتقوا عندهم الاثنين، عنده قدره على الشوف وعنده قدره على الاحساس، وفي ناس الاثنين بيفقدوهم، لعنده قدره على انه يشوف الجميل، لعنده قدره على انه يتفاعل بالجمال. ديل هنا بيكون عندهم مشكله بتاع البصيره، لانه بيقولوا البصيره اعمق من البصر، لانه البصر مده محدود. انا ممكن من هنا اشوف لنهايه الاستوديو، لكن ببصيرتي ممكن اشوف لنهايه الدنيا، لانه بشوف بروحي وبشوف بوعيي وبشوف بقدرتي على التخيل، التخيل المطلق. انا افتكر انه الجمال ذاته في في في, في النفس البشريه هو جمال متخيل، مهما كان التعبير اللي توجد على مستوى الغناء او الشعر او التشكيل، لانه التشكيل برضه الرؤيه البصريه المتطوره دي في الجمال. الاغنيه نفسها اذا انت خضعتها لمعايير الجمال هي عباره عن لوحه متخيله او لوحه في اللا ادريه بتاعت الانسان. يعني الغنى بتشاف ذاته، يعني انت بتسمع وبتحسه، لكن بيكون محمول جواك. انت بعد ذاك لما تبدا ترجع وتدندن تبدا تستعيد صور جماليه مشكله. نحن عندنا في الغنى السوداني ارتبط في وصفه للجمال، انا افتكرت محور حول اجمل ما خلق ربنا سبحانه وتعالى. نعم. اللي هي المراه بالمناسبه، يعني المراه دي اجمل مخلوق خلقه ربنا. انا ما اقول المراه طوال الناس ما يتغوغعوا كده يفتكروا الحبيبه التي مزدوله لا، انا افتكر المراه ك ك ك كانسان كقيمة. وكقيمه. نعم. والمراه دي في كل مراحلها بالمناسبه مراحل جمالها بتختلف، يعني هي طفله درجه جمالها شوفها مختلف زواياه، وهي صبيه يعني لو كان ما كله في كل مرحله في عيون محدده بتشوفها وبتصور جمالها. في مرحله المراه بتختلف هي المراه الحبيبه، في مرحله الام هي جمالها مختلف. يعني المراه تظل منذ ان تولد الى ان ترحل هي في تنقل من حدائق الجمال الانساني. وحديثك ده ذاته نوع من الجمال يا استاذ زبير، ونحن حنواصل في مشوار الجمال نسمع
أغنية من الجميل عبد الخالق عبد الله. تفضل يا عبد الخالق.
شكرا جزيلا لعبد الخالق عبد الله، اداء جميل جدا. ودكتور انس، الجمال عندنا في الاغنيه السودانيه حاضر في مشاهد مختلفه. نعم، احيانا بتلقاه في الطبيعه، احيانا بتلقاه في انسان، واحيانا بتلقاه في سلوك يعني. نعم، ويعني زي ما قلت انت قبل كده في واحده من الحلقات انه الاغنيه السودانيه وصافه، فيها وصف. نعم، يعني الشعر ذاته فيه وصف كثير جدا جدا. فانا في رايي انه بشوف انه قاعد تتلون الموسيقى في الاغنيات باختلاف يعني هذه السمات اللي قلتها، يعني ما بين الجمال في شخص والجمال في الطبيعه وفي سلوك، عندنا تفاصيل كثيره جدا كده. حدثنا عن رايك في الحته دي. طبعا الاغنيه السودانيه دي ما زمان قلنا الكلام ده، احنا الحضاره بتاعتنا هي اولى الحضارات اللي عرفتها الانسانيه، نحن شكلنا الحضاره الانسانيه دي، ما في زول سبقنا، لا صين لا مصريين لا اي زول، نحن كوش وكرما. عشان كده نحن عرفنا باننا حضارتنا حضاره غنائيه، يعني الاله الموسيقيه نحن عملناها، لما نعمل الاله الموسيقيه معناها زدنا الاحساس جمال، بقت الاله تضيف، وجبنا الهارب، وبعدين في حاجه اسمها مصفقات، يعني بالغوا الناس زمانك في حضارتنا يعملوا مصفقات في شكليه، اصابعين كده يدين يصفقوها يلبسوها بيجي وبيجي وفي الايقاعات، يعني عشان يجملوا الايقاعات. ونحن كمان اول ناس دونا الان المصور في البتاع ده، دونا الاثنين بدليل انه في عازف شايل العصايه والعازفين قاعدين، قاعده صوره موجوده. نعم، الكلام ده قبل 100,000 سنه يعني. صحيح، فعشان كده نحن تورثنا هذا الجمال. عشان كده الانسان السوداني اللي هو النيلي ده هو انسان مختلف، ذوقه مختلف، صحيح يعني من 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 الشمال كده، لكن بيجتمعوا في حاجه بانهم بيحبوا الطرب. نعم، بيطربوا. صحيح. كيف؟ مره واحد من الادباء قال في اجتماع عام كده، قال الشعب السوداني قال يمدح ويذكر، يمشي يغني، يمشي ذكر ويمدح، وبعد ذاك يمشي يغني ويمشي يرقص واي حاجه. فدي حاجه من الحياه الموروثه عند الانسان السوداني. لكن الحان السودانيه ما بتشبه الحان غرب افريقيا. نعم، ولا بتشبه الحان شرق افريقيا، يعني اثيوبيا والصومالي اريتريا، ما بتشبهها. كيف؟ ما بتشبه حتى الالحان بتاعتنا نحن في 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 شمال السودان. يعني عشان كده يعني الجماليه الموجوده في الاغنيه السودانيه جماليه لحنيه، جماليه ايقاعيه، جماليه الاداء. وحكمه الله ربنا ما ادانا الاصوات التينورية الحادة دي، ما عندنا يعني. حتى أقول لك من البادية ما مردو ما تينور، التينور عارفه بيصل وين يعني، ولا الباص الغليظ اللي ممكن يعلي بليك دوت تحتاني ذاك وكذا. أدانا الأداء الوسطي ده، لأنه ده الأداء الإنساني. الشيء الثاني يعني أخذت ليك مثلا، أنه هو ذاته الجمال ده موجود في حاجتين زي ما تفضل الأستاذ قال، حسي وروحي. نحن حسيت تكلمنا عن الحسي، الحس الاحساس بتاع الاغنيه. هي الاغنيه دي ذات معموله لشنو؟ انت ما بتحب زول. نعم، الزول ده حرك فيك احساس بالوجود، بس اسمك ده كويس، انك انت انسان موجود بتحب، قلبك ده بينبض الحب، والزول ده انت بتحبه، دار تتمكن منه تتملكه، يبقى زوجك يبقى شريكك. لكن لما تجي في الـ في الـ في الروحي، بيبقى هنا الجمال بيتحول الى روحي، لانه هنا بيتخلص من جسمه، يتحول الى سلوك، يبقى لطيف. نعم، يقع في الوطني. نعم، انت كيف؟ تجي الحاله بتاعت الطرب الشديد اللي بيسموه اللي هنا الاكستاسي. ف هذا الجمال الروحي موجود ايضا داخل الاغنيه، مش شغري والله قال قبل كده سمع يا ليه قال لي شاهد. نعم، مش كده؟ صحيح. فحسب ايه الشيخ علي والله؟ حسب انه دي الاغنيه بتخاطبه على ف يعني حقيقه الحديث عن الاغنيه السودانيه الجمال اللي فيها فيها، حتى مرات لما جاتنا الحان
ألحان شعبية وكذا أثرت في تشكيل الغناء السوداني. أنت ملكة الطيور هي لحنها بسيط جدا جدا، لكن جمال التشكيل التشكيل الشعري في في خلى الأغنية عبارة عن لوحة. ومن كلامك ده يا دكتور أنس أنا دار سوق نفس الحوار ده ماشي بيه الأستاذ زبير من خلال وصف الأستاذ أو الدكتور أنس عن الأغنية باعتبارها وصفها كثير يعني. ده بوديني لأنه إذا دار حول الجمال ده إلى قيمة، بوديني لأنه يعني الذاكرة السودانية فيما يتعلق بالغناء هي ذاكرة بصرية صحيح، أو يعني تعتمد على البصر، وعشان كده يعني كثير جدا من الغناء بتاعنا بنلقاه حسي ووصفي، بيتكلم عن وصف مكان عن وصف إنسان يعني. أنا في تقديري إنه إذا دين نحول الجمال إلى قيمة أفتكر إنه الذاكرة البصرية هي نوع من أنواع البساطة والتلغائية في المجتمعات يعني. فماذا تقول في وصفك للمجتمع السوداني؟ والله أنا أفتكر إنه الأغنية السودانية لعبت دور كبير جدا في وصف الجمال الموجود في المجتمع السوداني بمختلف درجاته وبمختلف أشكاله يعني. فإذا مسكنا قلنا وصف المرأة، رغم أنه بعض الناس أنا بفتكر أنه بيمارسوا نوع من القسوة ما مبررة في وصف الجمال في المرأة في الحقيبة، لازم تفتكر أنه يعني هي أغنية تضاريس جسد، تكلم عن تضاريس جسد المرأة. لكن أنا بفتكر أنه يعني المسألة دي ما فيها عيب يعني. نعم، ما هي إذا الحاجة جميلة يبقى من باب أولى توصف بأنها جميلة. نعم، توصف بأنها جميلة يعني، ما توصف بعكس ذلك أو يعني نرفض وصفها، لأنه ما هو الخلق ربنا يعني. فلذلك الإقرار بالجمال، الإقرار بالجمال دي قيمة جمالية. نعم، نوع من الإيمان هو نفسه، ونوع من الإيمان. نعم، لأنه النفس التي لم يشرق الحب بها هي نفس لا تدري ما معناها، وأنا بالحب قد عرفت نفسي وبالحب قد عرفت الله. يا سلام. فالجمال الجمال في بعد الروحي أنا بفتكر إنه قيمة إنسانية نبيلة. كل ما تسامينا في جمالنا الروحي، كل ما كان قدرتنا على إبداع جمال أكبر بتكون أفضل على العطاء نفسه يعني. وفي حاجة مهمة أنا أقولها في حق الفرقة الموسيقية الموجودة الآن في سياق الجمال نفسه. نعم، لأنه في وسيط لإيصال هذا الجمال. نعم، في وسيط يعني. هسي في ناس النيل ده يوميا بيعبروا الكوبري ده، واحد ممكن يكون نايم في الحافلة ذاته يعني، ده مع إنه ده مشهد لو في باريس كنا احنا نقطع تذكرة بالدولار نمشي نشوفه نجي. نعم، لكن العربية تكون قاطع الكوبري ويكون نايم هو هاي مصغل ومهموم ومهزوم ومحاصر اقتصاديا، لكن ده مشهد جمالي انت يوميا تعبر وتغني لين ده وتجي راجع. انا افتكر انه انت بتحقق لنفسك ميلاد بتاع حياه جماليه جديده. يا سلام. فالموسيقيين الموجودين في الاستوديو وخارجه، كل الموسيقيين السودانيين، انا افتكر انه لعبوا دور كبير جدا في ابراز جمال الاغنيه السودانيه. يا سلام. لانه جمال الاغنيه السودانيه ما في اداء مغني بس، هذه الانامل السودانيه. انا والله لو عندي ناي كل زول اديه مجسم من الذهب يعني، زي السعادة الطيب ده. يا سلام. يعني افتكر انه هذه انامل يعني حاجه ما معقوله، كله اصبع عشان نقول عربيه سليمه. يا سلام. من سعد الطيب ده، وكله اصبع من محمديه، وكل يعني الاصابع دي كلها يفترض يا اخي دي اصابع احترقت جمالا. يا سلام. عشان شنو؟ عشان تجمل دواخلنا، وعشان تخلق لنا حاله من التوازن والتصالح. التصالح اللي حصل لنا في السودان ده وخلانا بالاطار الضيق ده نقبل بعض ونقدر نتعايش ونحافظ على السودان ده، حصل بفضل الأغنية السودانية والجمال الموجود في الأغنية السودانية المحترمة. يا سلام يا أستاذ زبير، والله يعني أنت حذرتنا من الجمال. نواصل في رحلتنا عن الجمال ونرحب بالفنان الجميل أمير حفا.
عام
غريب ما سلم قلبه ذنب طيب شكرا جزيلا للفنان الجميل امير حلفه. احنا في ختام الحلقه دايرين نلم الحلقه يعني حقيقه مواضيع الجمال دائما هي مشرقه جدا ولطيفه. وقبيل اشرنا اشاره خفيفه لانه يعني الاحساس بالجمال محتاج لهدوء عشان الانسان ذاته يستشعر الجمال، يعني محتاج الى اجواء لطيفه. انا بصور يا دكتور انس ان احنا كفنانين في مطلوباتنا يعني في المرحله القادمه بالذات في الظروف اللي هسه بتمر بها السودان محتاجين نعزز قيم الجمال عبر الفن، محتاجين نرسل رسائل جماليه لهذا الشعب الجميل. والشعب السوداني محب للجمال بكل اشكاله، سواء كان الجمال في 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 صوره، سواء كان الجمال في الطبيعه، سواء كان في فكره او في سلوك يعني. نحن محتاجين لاعاده صياغه الانسان من الصغر. يعني لازم هو صغير في الروضة يعرف بعد الدراسة الأولية كده في كيف الذيل يغني ويميز بين الأصوات، يعني كما هو موجود في كل أنحاء الدنيا إلا في السودان. نعم. عشان كده الاستماع بتاعنا استماع، أنا يعني ما أقدر أقول استماع، هو سماع. سماع. نعم. سماع اللي هو المرحلة الأولى من للسمع الإنساني اللي بالأذان، يعني حسي أنت لو عملت كمان أنا سمعتها، لكن ما وصلنا مرحلة الاستماع، يعني احنا في هيرينج نعم، لكن ما وصلنا مرحلة نستمع اللي هي ليسنينج. أنت بتستمع في القرآن قال شنو؟ زغر القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، معناها أعلى درجة من درجات الاستماع انك انت تكون وعارف الحاصل الداهين شنو، مش بس الطرب. نعم. نحن الى الان اسرى لقيمة الطرب. ده كلام جميل في حد ذاته جمال يعني. الطرب يا سي ما ارتفعنا به الى مرحله هي الاغنيه دي كلها مكونه من شنو؟ مش اللحظه اللي قال فيها الفنان كده عجبتك او الكمانجه عملت كده عجبتك، لا، هي كلها ككل دي نحن ما وصلنا لها، ما وصلنا المساله دي لازم تصل في انك انت تطور. يعني اهم حاجه عندنا نحن عايزين الانسان يحب الموسيقى البحته. لان ده جمال مختلف. صحيح. لان تسمع المقطوعه بقول لك المرود الخضر لبرعي، فانت تقول دي المرود الخضر تسمع في دول بيتكلم ما في غناء، لكن انت تتخيل هذه المرود الخضره دي والجمال ده تتخيل وانت بتستمع. فدي هي المرحله اللي نحن محتاجين لها. في عشان كده الاغنيه بتاعتنا ما مشت لقدام لان لا تزال هي مرحله الطرب. يا سلام. لما تدخل الهارموني وتدخل الكاونتر تقول لك يا اخي لكن الناس ما حد يخربونا ما عارفين هذه المرحله اللي فاتونا بها الناس في اثيوبيا في اريتريا في مصر في السنغال في بتاع فاتونا الناس فاتونا قدم عروض. انا بقول انه الفنان السوداني اللي يمشي امريكا بيغني للسودانيين، لكن الافارقه اللي يمشي في امريكا بيغنوا للخواجات، بيقدم عروض للخواجات، فنحن ما وصلنا للمرحله دي. يا سلام.
حقيقة دكتور ناس يعني كلام جميل جدا وكلام لطيف ولفت نظر يعني للناس في حاجات كثيرة جدا. أستاذ زبير في نفس السياق يعني يقول إنه يعني مجتمعات مشوشة عندها مشكلة كبيرة، يمكن إحنا يمكن الزمن قد لا يسعنا في التوسع يعني في الحديث، لكن نعتبرها إشارة يعني. المجتمعات المشوشة سواء كان اقتصاديا أو ظروف يعني عندها إشكالية في تلقي الرسائل أيا كان هذه الرسائل، بالأخص الرسائل الجمالية، فماذا تقول؟ أنا بقول إنه الجمال موقف، نعم، يعني إذا كان في إنتاجه ولا إذا كان في التلقي منه، يعني موقف يحتاج لدرجة عالية جدا من الوعي، نعم، ويحتاج لدرجة عالية من التصالح مع الذات، ويحتاج لدرجة عالية من التفاعل، لأنه التفاعل مع الجمال ذاته مرات بيعمل لك دهشة. صحيح. يعني ما في حاجة عندها قدرة على الإدهاش مثل الجمال، لأنه الجمال أصلا هو مكون مدهش. لذلك يعني والدهشة ذاتها ما بتبقى دهشة، يعني واحد من أساتذتنا الفلاسفة بيقول إنه بيقول مدخل المعرفة الدهشة، نعم، يعني أنت عشان تعرف لازم تندهش، مدخل المعرفة الدهشة، نعم، ومن طالت دهشته فإن ديدنه الغباء، لأنه ما ممكن تكون مندهش طول الوقت يعني، بتعمل النوع من الشغل، أيوة يعني. لابد تكون مندهش عشان تنتقل سريعا من الـ من الـ من من الفطرة، نعم، للفكرة وتتفاعل. أنا أفتكر إنه الغناء السوداني، ونحن بنقول بأمانة شديدة وبمسؤولية كاملة بإنه الغناء السوداني بمكوناته المختلفة وبأشكاله المختلفة أسهم مساهمة مقدرة جدا في إنه يخلق حالة من التصالح الجمالي الموجودة في المجتمع السوداني. يا سلام. هذا الغناء هو الذي يعني ساعد على إنه الحاجات الجميلة اللي فينا، الحاجات الجميلة اللي فينا اللي بدأت تندثر، مغناطيس لمها هو الغناء السوداني بمختلف أشكاله. والقبح السياسي، القبح السياسي الماشي يحتل كل مسامة الحياة فينا، ما بنقدر نقابله. بس الناس بيقول لك الطعم ضد الكورونا وضد المعارف شنو، نحن بنطعم ضد القبح السياسي بالجمال الموجود في الغناء السوداني. يا سلام. عشان نقدر نقاوم، عشان نقدر نكتسب حياة جديدة، نقدر من خلالها ننتج جمال يا جماعة، لأنه جمال هسه في مصطلحات برضو يعني أنا أفتكر إنه برضو المجتمع مسؤول منها، لأنه في أمثال برضو بتهزم الجمال، يقول لك الجمال شنو والجمال شنو والجمال شنو، وفي موقف متكلس كده لمحاربة الجمال. يا سلام. في حرب ضد الجمال بالمناسبة في كل تفاصيلها، والحرب دي ما عفوية، عشان كده لابد كل المجتمع كله يتخندق ويتحمل مسؤوليته، لانه احنا بنعبر بالجمال اللي فينا، ما بنعبر باي حاجه ثانيه. وهنا ياتي دور الفن بكل في يعني انه يتكلم عن الحته دي ويزيل هذه الاشياء. نعم. حقيقه انتوا الاثنين جزء من الجمال الموجود في السودان. انا بقدر اقول لك حاجه، الله يكرمك، بختم بها يعني. اوكي. انا لو كنت يعني اشتركت معاكم في اعداد الحلقه دي كان حيكون في انشاد، كان حيكون في مدحه، كان حيكون في مناحة، كان حيكون في غناء، لأن حسي حياتنا كلها مركزين على الغناء، ناسين إنه في تراث تاني شغال وهو أيضا أضاف يعني المديح أضاف، الـ 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 الإنشاد أضاف، ونحييه مع بعض عشان نفتكر المديح بيفتكر حاجة مختلفة. المديح غناء، نعم صحيح، الذكر غناء، ما كله سينجينج، ما بس نحس طولها كل واحد أدناه اسم مختلف من الثاني. صحيح. نعم. فنحن لازم يعني نجمع نحن بس حقيقة دكتور يعني أنس أتمنى اللي قدام حاولنا النماذج كلها قاعدة. نعم. حتى الشبان ديل ممكن يمدحوا، ممكن يعملوا إنشاد، ممكن صحيح صحيح. ممكن يعملوا. نحن بس يا دكتور أنس يعني حبينا إنه نسلط الأضواء يعني كل منحة على حدة، وإن شاء الله كلامك يعني نعم. ما حيقع في الوطا، وحنرجع ونتناول المديح. نعم. ونتناول نعم. كل نعم. الأصناف. نعم. شكرا لكم كثير، ويعني كانت حلقة ومشوار كان بارك الله فيك من الجمال، مشوار يفوح أنغام. الله يديك العافية. وشكرا للمشاهدين الأعزاء يعني على المتابعة الطيبة. وفي الختام نختم مع الفنان الجميل مهند عبد الغفار، تفضل. Thank you.
كيف لا أحشي جمالك ما رأت عينا مثالك كيف لا أحشي
كيف لا